طبعا انتقل عملي الى رحت يوم من الايام لمطابع اسمها مطابع الجزيره، قلت لهم انه انا مجلد، يعني صرت معلم تجليد وافهم في المهنه. اختبروني اعطوني 120 ريال. استمريت عندهم، تعلمت تجليد السجلات الحكوميه. في ذاك السنه الامن العام او الحكومه نقلت، الحكومة كان عاصمتها مكة، وانتقلت عاصمة المملكة من مكة إلى الرياض، وانتقلت الحكومة. عندما جيت لوزارة المالية كنت شاب صغير، وكان مدير الشؤون المالية محمد العمير الله يذكره بالخير، وأعطاني، قلت له أنا مجلد، إذا عندكم دفاتر تبغون نصلحها؟ فقال لي نعم، إحنا نقلنا، يعني في عندنا دفاتر كثير، وأعطاني تجربة 10 دفاتر. أذكر أنا أنه كان يوم خميس وجمعة، كان يوم الخميس، أعطوني مكان تحت الدرج وأخذت 10 دفاتر وبديت أجلدهم. اشتريت الورق واشتريت المقص واشتريت أشياء، بدال الجهاز الكبير اشتريت جهاز صغير، اشتريت قطع يدوية، وسويت 10 دفاتر خلصتها يوم الجمعة. يوم السبت ما قدرت أستلمهم إياها عشان لازم تنشف، يوم الأحد سلمتها لهم، أعجبوا فيها وأخذت منها 10 دفاتر، حسب لي 8 ريال، 80 ريال في يومين. استمريت معهم في هذاك الشهر، حققت 2000 ريال تقريبا دخل. طبعا صرفت منها المصاريف حق المواد اللي اشتريت، وبقى لي مبلغ كبير. واستمريت في المهنة هذه، وانتقلت لوزارة الزراعة. أثناء وأنا بجلد سجلات وزارة الزراعة، خرجت يوم من الأيام في العصر، وإذا في تجمع ناس كثير قدام وزارة الزراعة، وإذا في حراج على الأراضي اللي جنبه. هذا الحراج كان أول حراج في الرياض. أنا شفت الحراج وتشجعت إني أشارك في الحراج. معايا 2000 ريال تقريبا في بنطلوني، مخيطهم في البنطلون من هنا ومن هنا ومن هنا خوفا عليهم. ورحت ورا السيارات، سحبت الخيوط، طلعت الـ2000، وجيت ساهمت معهم في شراء أرض، حطيت عليها علامة. خلصت أنا من المساهمة معهم، أعطوني ورقة صغيرة، أتوقع أنها الموسى اللي كان صاحب صاحب المساهمة. رحت للأمن العام أبحث عن أنه أنا أجلد لهم دفاتر، فقالوا قابلت اللواء طارق سيفان وأعطاني فرصة أني أنا أشتغل سجلات المالية عندهم. تواجهت أنا وياه في البطحة، منطقة اسمها البطحة في الرياض، وكانت يده منقشة بالجروح بالدم من التجليد، كان يشتغل في تجليد الكتب. فأنا سعدت إنه شغال وإنه بينجز وإنه له مستقبل، ولكن أنا ما سعدت لنظرتي له لأنها تعبان من يديه. ومكثت أنا وياه ذاك الليل، وبتنا في هذاك الليلة، والصباح كل راح عمله.